هذه المنظر. خريطة النادي الأهلي في هذا الموقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في الجزيرة. أول يعني النادي الرئيسي بتاعنا في الجزيرة. كويس؟ الباب اللي على النيل اللي هو حضراتكم موجود ده واضح النيل، في بابين جانبيين، باب بتاعة الأوبرا، والباب الثاني اللي هو عند المستشفى المعلمي. والباب الرابع اللي هو مدخل فريق كورة درجة جديدة. أربع أبواب. هنشوف الأبواب الفرعية، احنا شفنا الباب الرئيسي. على فكرة الباب الرئيسي مش في الجزيرة. كل نادي في مصر، اهل الجزيره، اهل مدينه نصر، اهل الشيخ زايد، يبقى كده. الدورات الفرعيه، نشوف شكل الدوره الفرعيه يبقى عامل ازاي. ده الشكل العام للدوره الفرعيه، دوره صغيره، وده الشكل العام بتاعها. وده منظور اخر يعني بشكل علمي للدوره الفرعيه. بعد الدوره الفرعيه طب خلاص احنا وصلنا للبوابات، ايه بقى الاسوار؟ اسوار النادي، هل انتوا راضيين عنها كده؟ هل الناس دلوقتي راضيين عنها السلك الشايك واللي مش عارف؟ لا، اقول لكم حاجه وانا غلطان. انا كعيد راجل زاره صادق كنت غلطان، بس ما كانش عندنا نقدر نعمل ده دلوقتي. احنا نقدر نعمل ده دلوقتي. الفكر الجديد اللي انا حكيته وتمويل جبناه، مجلس اداره الاهلي اللي جابه، مش حد تاني اللي جابه، فكر فيه. عشان كده احنا فكرنا في الاسوار، طب احنا بنصرف، طب انا عايز كمان اجيب فلوس، اعمل شخصيه الاهلي. نعمل شخصية النادي الأهلي.